بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله باذن الله النهارده الجزء الثاني من محاضره الدايابيتس ميليتس او مرض البول السكري. ان شاء الله معاكم برضو دكتوره نهى عباس، استاذ مساعد الفارماكولوجي في كليه الطب جامعه الزقازيق. المحاضره دي في موديول S5 لطلبه سنه ثالثه ان شاء الله. دي اللغز بتاعت المحاضرة، ان انا هتكلم بقى عن انواع الانسولين. احنا اتكلمنا عن الجزئية المرة اللي فاتت وافرازه وحاجات كتير فيه. المرة دي ان شاء الله هنتكلم عن انواع الانسولين وعن الادفيرس افكتس اللي ممكن تحصل معايا، وهنشوف بعض الادفيرس افكت دي اعالجها ازاي. وهنبتدي نعرف بس مسميات الانتي دايابيتك ايجنت اللي بتستخدم في تايب 2. احنا قلنا من المرة اللي فاتت ان السورس بتاع الانسولين عندنا زمان كانوا بيجيبوه من انيمال، يا بوفاين يا بروكاين، يا بقر يا خنازير، وكان في اختلاف في الامينو اسيد، فبالتالي كان انتيجينيك. خلاص الحاجات دي ما عادتش بتستخدم. حتى الهيومنايزد انسولين ده عباره عن ايه؟ هيومنايزد يعني انا عامل له انسانيزيشن، يعني ان انا خدت الجزيء بتاع الهيوم بتاع الانيمال انسولين، عدلت الامينو اسيد الواحد اللي في البورك او في الثلاثه الموجودين في الابقار، وعملت جزيء الهيومن. الامينو اسيد المختلفه دي صلحتها وعملت جزيء هيومن، وده كمان ما عادش بيستخدم ده ان ذا باست، لانه طبعا برده مازال انتيجينيك. طيب دلوقتي اللي موجود كله ريكومبيننت دي ان ايه؟ انسولين ريكومبيننت دي ان ايه تكنولوجي. اي ريكومبيننت عارفين ان هو في خليه خميره او خليه من المايكرو اورجانيزمز الوحيده الخليه، يقوم جايب الدي ان ايه سيكونس اللي هو عايز يعمل له تكاثر ويحطه ويصنعه. تكنولوجي ادفانسد وغاليه. طيب اي حاجه هتسمع عليها انالوج في المنهج، اتفقنا ان انالوج يبقى فيها ثلاث مواصفات لابد ان هما يكونوا متوفرين فيه. هو جزيء الماده ايا كانت الماده دي، يعني ما اقول انسولين انالوج هو جزيء الانسولين، احنا قلنا قبل كده اميلين انالوج هو جزيء الاميلين، واخد الجزيء ده معدل فيه بحيث ان يفضل يمسك في الريسبتور ويتعرف عليه، يفضل يديني نفس الاكشن بنفس الكفاءه وما يبقاش انتيجينيك. طب امال بعدل فيه ايه؟ بعدل فيه الكاينيتك بروبرتيز. ده اي انالوج، انالوج معناه كده. طيب يجي يسالك سؤال، او انت لو لا قدر الله حد عندك بيستعمل الانسولين وقال لك انا في حقنه مكتوب عليها هيومن انسولين وفي حاجه مكتوب عليها الانسولين انالوج، ايه الفرق؟ الهيومن انسولين ده هو جزيء الانسان، انا عملت له تكاثر في البكتيريا بالدي ان اي تكنولوجي وطلعته وحقنته. بس ده التاني الهيومن انسولين او الريجولر انسولين، الهيومن انسولين او الريجولر انسولين لما جم يستخدموه لقوه بيشتغل بعد نص ساعة والبيك بتاعته بعد ساعتين. طيب انا لسه قايلة في المحاضرة اللي فاتت ان انا عشان ادي الانسولين لازم احاول بقدر كبير جدا تو ميمك الناتشرال انسولين، ان انا اشابه الباترن بتاع الانسولين في الجسم. يعني عايزة بيزل انسولين طول اليوم موجود على 24 ساعة وبريت قليل، وعايزة انسولين بعد الاكل. الهيومن انسولين او الريجولر انسولين او الانسولين المائي، اي اسم من التلاتة ده هو الهيومن انسولين، ده ما بيوفرليش ده، لان هو طلع حاجة واحدة بس، جزيء بيشتغل بعد نص ساعة والبيك بتاعته بعد ساعتين. ليه بيعمل كده؟ لانه لما بيتحقن سبكوتينيوس بيديني هيكسمرز، ستات الجزيئات، مش ستات ستات يعني، الجزيء يتجمع في ست مولكيولز، ست مولكيولز مع بعض، ست جزيئات مع بعض، فمعدل فككانه من تحت الجلد وطلوعه في السيركيليشن بيطلع بهذه الطريقه، يشتغل بعد نص ساعه ويقعد شغال والبيك بتاعته توصل بعد ساعتين. طب انا هعمل الانواع الثانيه ازاي؟ بداوا يعملوا بقى الجزيء اللي اسمه انالوج، انالوج يعني شبيه، بس شبيه اخوه يعني توأم، شبه ايدنتيكال ما تقدرش تفرقهم عن بعض. وبدا الاسامي اللي موجوده في السوق عندنا الليسبرو والاسبارت والجلولايزين والجالارجين وفي الديترمير كمان، دول الايه؟ الانالوجز. طب تعالى نشوف بقى الانالوج ده حصل فيه ايه. الانالوج ده بص ده جزيء الانسولين اللي احنا اتكلمنا عنده قبل كده كتير اهو، اللي هو عباره عن الفا تشين والبيتا تشين وكونكتد باي داي سلفويد بونز اهي. وفاكر طبعا ان هو كان فيه برو انسولين وبعدين بيتشال البرو انسولين ويفضل جزيء الانسولين اللي عندي. طيب تعالى بص على الجزيء ده كده اهو، وبترتيب الامينو اسيد اللي فيه. على فكره الحاجات دي ما جاتش من يوم وليله كده وهبهزرد، الحاجات دي جت بعد معاناه وريسيرش فظيع. طيب بصوا كده على الامينو اسيد، انا عندي الانالوجز اللي طلعوها الشبيهات اللي طلعت من الجزيء، عندي حاجه اسمها الانسولين ليس برو،
هما جابوا جزيء الانسولين وفضلوا يحاولوا يشيلوا امينو اسيد ويحطوا التاني، يغيروا امينو اسيد ويحطوا التاني عشان يطلعوا لي جزيء فيه انالوج، في مواصفات الانالوج ان هو يمسك في الريسبتور ويديني الاكشن وما بقاش انتيجينيك، العب بس في الكاينيتيك. لكن هو لو غيرت انت اي حاجه من الحاجات دي وانا ما استفدتش، انت بوظت الجزيء، لو ما مسكش في الريسبتور مش هيشتغل، لو ما ادانيش نفس الاكشن يبقى انا خسرت، لو كان انتيجينيك ده لعنه. فهو تجارب كتيرة جدا في المعمل فضلوا يفكروا في انهم ازاي يوصلوا لأقل تغييرة ممكنة في الجزيء بحيث احافظ على الحاجات دي وغير الكاينتيك. فعملوا حاجة اسمها الاسبرو اهو، هما تسهيلا الاسم اللي عندك ده هو التغييرة الكيميائية اللي عملوها. بصوا في البوزيشن ده 30 ده 29 ده 28، الجزيء بتاعك كانسان او بتاعنا كلنا كانسان فيه برولين لايسين، في البوزيشن 28 29 برولين لايسين، قام قلبهم خلاه اللايزين هو اللي في 28 والبرولين هو اللي في 29 وسماه من اسمه القلبه بقى الجديده ليس برو. شفتوا اهو ده احنا بنسمعه كده كلمتين سهلين كده في ربع ثانيه، لكن هم ريسيرش سنين من ريسيرش في المعامل، هم مش احنا الحمد لله، بس ان شاء الله احنا جايين باذن الله. طيب التاني اسبورت اهو، شال البرولين خالص وحط اسبورتك اسيد، شوفوا تغيير قد ايه، شوف جت في دماغهم انهم يلعبوا في الجزيء لعب قد ايه بصغير بحيث انه يطلع الحاجات اللي هو عايزها. طيب والجالارجين ساب الجزيء زي ما هو وانكلودد اتنين ارجينين، اتنين ارجينين دول امينو اسيد، الارجينين ده امينو اسيد ما يعمل ليش اي مشكله خالص في الجزيء، وجاست انه هيغير لي الكاينتيك، الفككان بتاعه معدل الفككان بتاعه يا هيبقى اسرع يا هيبقى اقل، يعني البيك بتاعته في السيركيليشن والبيجيننج اوف اونست اوف اكشن هيبقى اسرع او اقل. شوفوا بقى التغييره الاخيره بتاعت الديترمير انسولين ده لونج اكتنج، شوفوا قام جايب الديترمير في البوزيشن 29 اهو اللي هو اللايسين ده، هو طبعا فصل الحته دي بعيد عشان يبينها لك، يعني كان هي التغييره هنا في نفس المكان، لكن هو لو حطها في نفس المكان ده ممكن تتلخبط اهو. بص الديترمير ده بقى ضاف عليه فاتي تشين، فاتي تشين فاتون خلته لونج اكتنج، الديترمير دي من الحاجات اللي هي لونج اكتنج. يبقى فهمنا يعني ايه انالوج، لما حد يسالك الفرق بين جزيء الهيومن انسولين وايه هو الانالوج، الانالوج ده شبيه ويتوفر فيه المميزات اللي احنا قلناها. الجدول ده مش مطلوب منك اطلاقا حفظه ولا تعرف فيه اي حاجه اكتر من انك تبقى عارف ان عندي انواع في السوق، ولا تحفظها حتى ان انا عندي انواع في السوق. الرابيد اكتنج ده انالوج، الله فهمت انا خلاص انالوج يعني ايه، ده مش جزيء الهيومن، ده متظبط او متعالج. الاسبرو اللي احنا قلنا عليه والاسبارت والجلولازين، شوف الاونست اوف اكشن من 5 ل 15 دقيقه والبيك بعد ساعه. الشورت اكتنج خلي بالك في حاجه اسمها رابيد اكتنج وشورت اكتنج، ده رابيد وده شورت، ده بيسموه احيانا الترا شورت او الترا رابيد. ده اللي هو الريجولر انسولين او الهيومن انسولين او الانسولين المائي، ده انسولين الانسان فعلا، ده بيشتغل بعد 30 دقيقه والبيك بتاعته من ساعتين لثلاث ساعات اهو، وبيقعد شغال من 6 ل 8 ساعات. عشان كده انا عايزه جزيء يعمل لي البيزل انسولين اللي هو ال 24 ساعه كفرج، طب عشان كده ما ينفعنيش ده. قبل ما يبتدوا يعملوا الانالوجز دي كانوا بياخدوا جزيء الانسولين العادي، عشان كده اسمه ايزوفين انسولين اهو، ده جزيء الانسولين العادي ويحطوا فيه بروتامين او يحطوا فيه زنك، ده برده كان بيطول الديوريشن اوف اكشن بتاعته، بس بيديني انترميديت اكتنج. ماشي اللونج اكتنج بقى برضو قدروا يطولوها قبل حدوث الانالوج او قبل الايرا بتاعت الانالوج بانه يحط زنك او بروتامين زنك، ياخد البروتامين والزنك مع بعض. انت بس تعرف ايه الفروقات ما بين الانواع كده فور يو، يعني تبقى عارف ان الانواع اللي عندي في السوق الفرق ما بينها في الكونتنت اللي انا حطاها على جزيء الانسولين. وعملوا بقى حاجات ميكسد جاهزه. ليه بقى حاجات ميكسد جاهزه؟ علشان دلوقتي انت بتقول لي ان الانسولين اللي انت هتديه في اليوم عايزه حاجه بيزل تغطي ال 24 ساعه، وعايزه حاجه بعد كل اكل عشان تغطي لي البوست برانديال بيك، البيك اللي بتحصل من الجلوكوز بعد كل اكله. طيب انا هعمل ده ازاي؟ الطبيعي والمنطقي والاقرب للي بيحصل في الهيومن ان انا هدي حقنه من اللونج اكتنج بالليل تعمل لي كفرج ال 24 ساعه اليوم اللي بعديها، وادي بعد كل اكله انجكشنايه عشان بياكل ثلاث مرات بقى، ثلاث مرات حقن، بياكل اربع مرات، اربع مرات حقن. بس طبعا انا بحاول اظبط العيان واظبط الدايت بتاعه، اقول له انت لازم تاكل ثلاث مرات، وادي له بقى قبل كل وجبه حقنه عشان البوست برانديال هايبر جلايسيميا. لكن عشان اقلل الشكشكه بتاعه العيان وما يقعدش يتشكشك كتير، عملنا بقى البري ميكسد انسولين. بري ميكسد انسولين هتلاقي في حاجه اسمها 70 30 وفي 60 40 وفي 50 50، لكن اللي موجود في مصر ما عندناش الا ال 70 30 حاليا في مصر. طب يعني ايه ال 70 30 ده؟ يعني 70 ان بي اتش، ان بي اتش ده تعالى نرجع لان بي اتش ده انترميديت، 70 انترميديت و30 الريجولار او الهيومن الانسولين العادي. ده ليه؟ علشان ده بيعمل لي كفرج لحاجتين، ال 30 30 يعني تلت الامبول من الريجولار، وال 70 يعني تلتينه، يعني النسبه ما بينهم وما بين بعض 70 30 يعني.
او 50 50 يبقوا الاثنين قد بعض، او 60 40 يعني 60 انترميديت و الهيومن او الريجولار 40، قلنا مش موجود في مصر الا 70 30. عشان ايه بقى؟ ده بيتاخد مره الصبح على حسب البلاد جلوكوز بتاع العيان، لو هو بيعلى قوي والعيان مش متظبط انا ممكن اديله حقنه واحده الصبح من البري ميكس ده. ال 30 هتغطي لي الفطار وال 70 هتغطي لي الغدا، لان بص ال 70 ده اللي هو الام بي اتش بيشتغل بعد قد ايه؟ بيشتغل البيك بتاعته بعد 5 ل 6 ساعات، يعني لو خدها الصبح الهيومن هيشتغل على وجبه الفطار والانترميديت هيشتغل لي على وجبه الغدا. ولو العيان سكره متظبط وهو ما بيلخبطش ممكن اكتفي بدول، لو العيان سكره مش مظبط وبيزيد منه ممكن ادي 70 30 الصبح و70 30 بالليل، الجرعه اللي بحسبها الكليه بالجسم تلتينها الصبح وتلتها بالليل، وده هنقوله تاني. وانت مش مطلوب منك ان انت تعرف السكيما بتاعت الجرعه لانك مش هتكتبها طبعا، انت بتتعلمها عشان لو احتجتها بعدين او سمعت حد بياخدها. طيب تعالى شوف بقى الفروقات، بص الليسبر والاسبارت والجلولايزين اللي هو التعديلات الانالوجز عملت ايه. شوف بياخد الحقنه في خلال زمن بسيط جدا ما بيعديش 5 دقايق بيكون اشتغل. طب الريجولار المائي او الهيومن ده بقى العادي، شوف في خلال نص ساعه كده بيبقى وصل للشغل بتاعه والبيك بتاعته بتبقى بعد ساعتين اهو. الان بي اتش ده الانترميديت شوف بيشتغل فين على وقت الغداء اهو بعد 6 ساعات اهو. والجالرجين ده بقى اللي هو الانالوج اللونج اكتنج بيعمل لي كفر ال 24 ساعه. يبقى انا قدرت الى حد كبير اشابه الانسولين العادي بتاع اي واحد فينا الباترن بتاعه الريليز بتاعته. طب انا عايز اقول لك حاجه، طب ما انت كنت عامله الريجولار او الهيومن انسولين، مش انا طبعا يا ريت، عاملين الجزيء بتاع الهيومن او الريجولار انسولين بتاع الانسان وكان ماشي وزي الفل يا ستي وبتاخد وبعد نص ساعه يشتغل. لا في ناس كان بيعملها باد سايكولوجيكال افكت. تعالى شوف معايا مثلا لو انت في رمضان او بعد الشهر عليك طبعا، بس لو الشخص اللي بياخد الانسولين ده وهو في رمضان، انا هاخد الحقنه واستنى نص ساعه لما كنت كل الناس فطرت وحلت وانت قاعد مستني مش عارف حتى تشرب بق كركديه ولا اي حاجه ساعه الفطور او اي جوس شجري. لا ده انت الليسبرو او الاسبارت او الجلولايزين ده بيشتغل بعد 5 دقائق، يعني اقول له عم اول ما الاذان يدن خد الحقنه وعلى ما تحط الاكل او تجهز طبقك ممكن تاكل لانه بيشتغل بعد 5 دقائق. ما تستهونش بالحاجات السايكولوجيكال البسيطه دي، ممكن تفرق مع العيان فرق كبير جدا. طيب ده بقى البريميكسد بيوريك الشورت لوحده كان عامل ازاي، ادي الشورت اهو بيشتغل بعد نص ساعه والبيك بعد ساعتين وينزل، وده الانترميديت اهو لونج اكتنج او انترميديت، هو انترميديت كومباينيشن اهو ده الباترن بتاعه. لما خد هذا الكومباينيشن على بعضه شوف وفر لي ازاي ليفل اعلى كمان وكفرج طول اليوم، ده برده ما جاش كده من فراغ، ده جه بعد ترايلز وحاجات كتيره جدا. طيب ايه بقى القصه دي مهمه قوي. طيب في بعض الناس يجي في دماغها يقول لك طب يا عم ده انا دلوقتي اللي بياخد لونج اكتنج وبعدين بياخد انجكشن بعد كل وجبه ده هيقعد يتحقن كتير، حقنه الصبح وحقنه بالليل وحقنه الظهر وبعد الاكل وقبل الاكل وياكل، طب ما انا هخلطهم مع بعض في السرنجه. او يجي يسالك المريض اللي انت كاتب له الانسولين ده يا دكتور انت كاتب لي لونج اكتنج وشورت اكتنج انا هحطهم مع بعض في سرنجه واحده. لا هو لو حاجه قابله للخلط لازم تبقى عارف انها قابله للخلط، والا في مشاكل مع خلط بعض الانواع ببعضها. تعالى بص بقى الريجولار انسولين او المائي او الهيومن انسولين ده في منه نوعين، يا اما اسيدك يا اما نيوترال. لو انت بتستخدم نيوترال ده كيميائيات بقى انا ماليش دعوه بالانواع دي، بس انت لو تستخدم نيوترال اخلطه يا عم مع اي حاجه نيوترال زيه، لكن لو بتستخدم الاسيتيك تيك كير البروتامين زنك انسولين ده الكالاين هيعملوا بريسيبيتيشن لبعض، وبالتالي دونت ميكس اسيتيك ريجولار انسولين ويز بروتامين زنك انسولين ان وان سيرنج، يعني في السرنجه الواحده ما تخلطش الاثنين دول، يعني واحد اسيتيك واحد الكالاين هيبريسيبيتيت بعض ويبوظوا بعض. طب الليسبرو اللي هو الالترا شورت انسولين او الرابيد انسولين ات هاز شورتر ديوريشن اوف اكشن اند مور رابيد ذان الريجولار اند هيومن انسول. طبعا ماشي ده مهم جدا تيجي في الام سي كيو. طبعا الانسول جلارجين او الدوترمير برضو زيه از جيفن باي سنجل انجكشن ات ذا ايفنينج عشان يديني كفرج للبيزل انسولين، بس خلي بالك ان الجلارجين ده بالذات ده اسيدك وبالتالي لا تخلطه مع اي نوع من انواع الانسولين الاخرى. طيب لما انت يا ستي بتقولي لنا ان انا عندي الريجولر ده بيشتغل بعد نص ساعه والليسبرو ده بيشتغل بعد 5 دقايق، طب ما خلاص ما نشيل ده خالص ونبتدي نستخدم الليسبرو ده على طول، او عموما العيله دي اللي بتاعت الايه الالترا رابيد اكتنج اللي هي المجموعه دي الليسبرو والاسبرت والجلولايزين. في فرق فظيع في السعر طبعا، هذه المجموعه اغلى بكتير لانها متعالجه بتكنيك معين، مش جاست هيومن وعملت لها اكثار في الخلايا، يبقى غاليه في السعر. رقم 2
النوع الوحيد، ودي تيجي في الاسئله كتير جدا او ام اس كيو كتير جدا، النوع الوحيد اللي مازال ينفع في الامرجنسي ان انا احقنه انترافينوس او انتراماسكولار هو الريجولار او الهيومن او الانسولين المائي. بقيه الانواع دي خالص كلها بتستخدم سبكوتينيوس. يبقى انا لو عندي عيان في امرجنسي كونديشن وانا عايز اخش اجيب اكشن بسرعه انترافينوس، يبقى الوحيد اللي ينفع هو الريجولار او الهيومن انسولين، لا استطيع الاستغناء عنه تماما. طيب الانسولين حير الناس كلها الجزء بتاعه لانه لازم يتاخد بالحقن، وطبعا عارفين الحاجه اللي فيها حقن دي بتبقى يعني بتضايق ناس كتير جدا. طيب ما بيتاخدش اورال ليه؟ ما عنديش لحد دلوقتي اي نوع اورال، لانه بيتكسر بجاستريك انزايم. حتى بنقول انسولين انزايم اي يو اي جاستريك انزايم، بيتكسر بالجاستريك انزايم لانه بولي بيبتايد ده بروتين، وبالتالي بيتاخد سبكوتينيوس. والنوع الوحيد اهو، دي موضوع بستريس عليها قوي لانها مهمه جدا وتتسال كتير في الام سي كيو، وتسالها انت كدكتور، السوليابل انسولين او الهيومن انسولين او الانسولين المائي او الريجولار انسولين، ده الوحيد اللي بيتاخد انترا ماسكولار انترا فينس. وبالتالي لو عندي امرجنسي خش يا عم على طول بالسوليابل انسولين. طيب الميتابوليزم بتاعه في الليفر والاكسكريشن في الكدني، الميتابوليزم بالجلوتاثيون انسولين ترانس هيدروجينيز او اللي بنسميه الانسولينيز انزيم، بيكسر جزيء ازاي؟ عن طريق الدايسلفويد بوندز، اضعف حته فيه الدايسلفويد بوندز بريدج او بوندز يكسرها، وبعدين يحصل له ديجراديشن للبروتيوليتيك انزيم. الروت اوف ادمنستريشن اول انسولين سبكوتينيوس ما عدا الريجولار انسولين، مهمه جدا 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 بنكررها كتير لاهميتها، هو الانترا ماسكر والانترا فينس ان اميرجنسيز. يبقى انا لو عندي اميرجنسي يبقى على طول الريجولار انسولين. طيب ايه بقى الحته دي جميله جدا، ده محاوله انهم يغيروا الروت. انا قلت لك دايما الحقن ده بيبقى من الحاجات، ما تقولش ما تقيسهاش على نفسك لو انت بتتقبله، في ناس شكل الحقن نفسه بيخوفها، انا شخص واحده من الناس دي. فبداوا يدوروا على روتس تانية تكون اسهل واحسن في الاستخدام، بالذات كمان مثلا في الاطفال، لان عندنا تايب 1 ده معظمه في الاطفال، والانسولين ده بيستخدم في تايب 1. فعملوا حاجه بالانهاليشن نيزل سبراي، هو حقيقة مش اندر ترايل، هو نزل منه انواع في السوق، مش موجود اعتقد في مصر، موجود بره بس، لكنه في مشكلة انه مازال البايو افيلابيليتي وصوله في الدم مش ثابت. لو العيان عنده كرونيك ازماتيك ديزيز، لو عنده مشكله في اللنج سي او بي دي اللي هي كرونيك اوبستراكتيف بالموناري ديزيز، اي مشاكل مع اللونج ران في اللنج، ممكن وصوله للسيركيليشن يبقى مختلف. العيان لو سموكر برضو وصوله في السيركيليشن هيبقى مختلف. فبالتالي انا ما اقدرش ادي جرعه واحسبها، انا مش عارف البني ادم ده هيوصل فيه قد ايه، عشان كده نجاحه طبعا مش واصل لنجاح ابدا البارنترال انسولين. طيب خلينا نشوف الميثود دي جميله جدا. الميثود زمان كان السرنجه والحقنه بتاعت الانسولين اللي اعتقد كلنا عارفينها، مسن رفيع والتقسيمه لحد 1 يونت او اللي هي 100 مايكروجرام دي اهي، ومعانا الفايل. كان الانسان بيحسب الجرعه بتاعته باليونتس، انت مديله قد ايه، 20 يونت 25 يونت 30 يونت، ويسحب من السرنجه ويحقن نفسه. طبعا عشان اشيل حاجه زي كده في جيبي علبه وسرنجه كان الموضوع محبط شويه، لكن مازال بيستخدم لو الانسان ما عندوش مشكله خلاص. لكن الايرا الاحدث اللي هي البين انجكشن ديفايس، اكيد شفناه القلم ده، بقى القلم متظبط باليونتس بتاعت الانسولين، انت بتلف الدايره بتاعته بحيث تظبط اليونتس على قد العيان، وبيحقن نفسه بالسن الصغنن، وشكله جميل جدا، بيتحط في الجيب وشكله اكسبتد وما فيهوش اي مشاكل خالص، وبيطلعه ويحقن على طول، مش محتاج يمشي بسرنجه وفايل وعلبه والكلام ده كله. دي الايرا الاحدث اللي هي الانسولين بامب. الانسولين بامب ده عباره عن ايه؟ عباره عن جهاز شكله كده شكل الكمبيوتر بالظبط، او هو اصلا البروجرام بتاعه كمبيوتر، ويز اور وزاود جلوكوز سنسور. الانسولين بامب ده من اسمه ده بيبمب الانسولين، بيضخ الانسولين في الدم، سواء كان معاه جلوكوز سنسور، يعني في سنسور بيحس الجلوكوز قد ايه ولما يعلى يضخ الانسولين، كانه شوف انت كانه عامل ارتفيشال بنكرياس كده، يعني السكر لما بيعلى او الجلوكوز لما بيعلى في الدم هو بيضخ من نفسه. شوفوا العظمه بتاعه ربنا سبحانه وتعالى لما يهيئ للانسان انه يعمل حاجه اهو. فادي الانسولين بامب ويز جلوكوز سنسور، يعني هو في سنسور بيحس الجلوكوز في الدم او معهوش، انت بتظبطه او الدكتور بيبقى مظبطه لك، بحيث ان الصبح هيضخ كذا وحده، بالليل هيضخ كذا وحده، عشان يعمل الكفرج اللي هو محتاجه. الجهاز ده غالي جدا، وصل ثمنه في الفتره الاخيره اعتقد ل 150,000، كان اول ما نزل ب 300,000 او اكتر. طبعا مش رخيص انه يبقى افيلبل لكل الناس،
في مشكلة تانية انه محتاج ليفل او ستاندرد معين من التعليم والثقافة، لان عشان هو ده كمبيوتر، فمش كل الناس مستواها الثقافي تقدر انها تتعامل مع جهاز زي ده. كمان انه عشان القنوات بتاعته والانابيب بتاعته شوف صغننة، والسرنجات والحاجات بصوا بتبقى ارفع من السرنجة دي كمان ومحطوطة تحت الجلد، طبعا ده معرض للانفكشن، وهو بياخد شاور وهو بياخد، فطبعا محتاج نوعية معينة من البيبول او البيرسون او البيشنت انه يتعامل معاه. اسفه، ده برضو اهو بص بيوضح لك ان في كاستر اهو وبيضخ الانسولين سبكوتينيوس، وهو متظبط معمول على الجلد، والجهاز ده بيركبه في هدومه اللي هو الانسولين بامب. طب الرسمه دي ايه؟ تتسال كتير جدا لو واحده لسه ابنها مثلا لا قدر الله عنده السكر جديد، او شخص من العيله، طب هي ايه الاماكن اللي انا ممكن اخد فيها الانجكشن بتاع الانسولين؟ في الدلتويد ريجون، في الجلوتال ريجون، وممكن في الباك في الحته اللي فوقيها، الابدومين والساي. اشهر المناطق طبعا هي الدلتويد والابدومين والساي. ايه الحاجات اللي بتزود الانسولين ريكويرمنت وايه الحاجات اللي بتقلل الانسولين ريكويرمنت؟ كدكتور لازم تبقى اوير بالموضوع ده، مش بس علشان لو اشتغلت بطنه او اشتغلت اندوكراينولوجست، لا ده انت ممكن تتسال على هذا الموضوع. واحد يقول لك مثلا والله انا رايح افتح صباعي او افتح خراج، اخد انسولين زياده ولا اقلل الانسولين؟ دي من الحاجات اللي هتقولها لي. الفاكتورز اللي بتزود الانسولين ريكويرمنت، يعني ازود العيان شويه بالانسولين لو هو عنده انفكشن. ليه الحاجات دي؟ اللي هي الستريسفول كونديشن. الستريس احنا قلنا زي ما اتفقنا المره اللي فاتت ان الستريس هيزود لي الكورتيزون، وهيزود لي النور ادرينالين، هيزود لي الكاونتر ريجوليتوري هرمونز اللي هي بتعمل هايبر جلايسيميا وبتضاد الاكشن بتاع الايه؟ الانسولين. فبالتالي البيشنت ده لو عنده انفكشن، لو عنده، لو داخل يعمل اوبريشن، لو هي بريجننت، ليه؟ لان اي حاله بريجننسي البلاسينتا بتفرز الانتي انسولين عشان تقلل، مش عشان هي مش معموله عشان تقلل الكفاءه دي، لا هي برضو كنوع من السبورت للبيبي، لكن بيحتاج زياده الانسولين معاه. تروما لان دي ستريس فور كونديشن، والبريجننسي على فكره برضو من ستريس فور كونديشن. تريتمنت وذ كاونتر ريجولاتوري هرمونز او دراجز، زي ما قلنا المره اللي فاتت انت مضطر تكتب لعيانك كورتيكوستيرويد، وزي ما جت قصه الكوفيد كده واحنا شرحناها، قلنا الكوفيد 19 كان بيعمل حاله من الانفلاميشن الجامد جدا في اللنج، بيحتاج ان انا ادي معاه كورتيكوستيرويد، ولو العيان دايبيتك بيعلي السكر عنده جامد. هتقول له لا ما تستخدموش وموت، لا ده البروتوكول كان نازل من وزاره الصحه والاف دي اي كان موجود فيه الكورتيكوستيرويد، لا هتديله بس هعلي جرعه الانسولين وهفضل متابع الشخص ده. السبيسيفيك انتاجونست زي الهاي انسولينز اكتيفيتي، دي بقى في بعض الناس انت مظبط له اليونتس بالكيلو جرام ولكن تلاقيه مش بيستجيب قوي، ببقى عارف ان عنده انسولينز اكتيفيتي عاليه او انسولين انتي بوديز، ولكن الانتي بوديز دي كانت قديمه اكتر مع الحاجات اللي هي انيمال اورجن. والفاكتورز اللي بتقلل الانسولين ريكويرمنت، الفيزيكال اكسرسايز، دي من الحاجات المهمه جدا جدا. لو المريضه بتاعتك قالت لك ده انا بعمل دايت وبروح الجيم، يبقى تيك كير، يا تاخدي حاجه مسكره قبل ما تروحي الجيم، يا اما تقلل لها جرعه الانسولين. ليه بقى؟ لان المفروض ان الانسولين بيشتغل على الجلوكوز العالي في الدم، بيحرقه او يدخله الخلايا، لكن الاكسرسايز بتعمل نفس الوظيفه على فكره، بتزود الانسولين سنسيتيفيتي وبتحسن الانسولين في الجسم، وفي نفس الوقت بتقلل الجلوكوز، فانت كانك حطيت جرعه مضافه بالاكسرسايز ده، فبالتالي الفيزيكال اكسرسايز هيزود الجلوكوز ابتيك وهيزود اليوتيلايزيشن في التشو، وبالتالي محتاج انك تقلل الديلي انسولين ريكويرمنت. ولو هي لوس ويت اهي دايت بروجرام، انت كل شويه محتاج تعمل ايفالويشن للجرعه عشان تقللها، لان يعني برضو السنسيتيفيتي بتتحسن. وديكريز الكالوريك انتيك، ليه؟ لان انت اصلا بتبقى قايس الجرعه بالكيلو جرام بوزن العيان او العيانه، وفي نفس الوقت ان ريليشن للاكل، هو بياكل قد ايه، كميه الاكل اللي بياكلها ومتظبط عليها ولا لا، اوبيز ولا مش اوبيز، فهو لو هيقلل الكالوريز بالقطع هيقلل الجلوكوز في الدم وفي الجسم بالقطع، لازم هتقلل له جرعه الانسولين مع الويت ريدكشن. العيان ده لو هيعمل دايت بتقول له تعالى لي ابص عليك. طيب ايه هي الكومبليكيشن بتاعه الانسولين ثيرابي؟ ايه هي الادفيرس افكت اللي ممكن تقابلني للاسف من حق الانسولين؟ عايزاكم ان شاء الله تحفظوا وانتم مغمضين معظم الحاجات اللي بتزود الانسولين ريليز او الانسولين في حد ذاته. اكتر اتنين كومبليكيشن بتشوفهم من العيان ده الهايبوجلايسيميا والويت جين. العيان بتاع الانسولين ده بيتخن لان الانسولين از انابوليك هرمون، والهايبوجلايسيميا
بيقلل الجلوكوز في الدم. ليه؟ انت بشر، ربنا سبحانه وتعالى خالق البني ادم مظبطه، جلوكوز يعلى شويه الانسولين قصاده يعلى، الجلوكوز يقل شويه الانسولين قصاده يقل، ده ضعف الطالب والمطلوب زي ما اتفقنا، ده بني ادم ربنا خلقه. لكن انت لما هتديله الانسولين من بره ما بيبقاش كده، لو هو قلل في اكله شويه حاجه بسيطه عن عن الجرعه اللي انت حاسبها ممكن يخش فيه الهايبوجلايسيميا. لو هو زود الانسولين، لو اخذ الانسولين من غير ما ياكل يبقى دلوقتي مفيش جلوكوز، وهو خد الانسولين، الانسولين هيشتغل، الانسولين ملوش دعوه في جلوكوز مفيش جلوكوز، كلت ما كلتش هو شغال، ده جزيء انسولين ورايح في مكانه وعارف بيشتغل. عشان كده دايما يحب الاندوكراينولوجيست انه يوصف الانسولين لحد يكون في مجموعه، يعني مش مثلا ست لا قدر الله قاعده لوحدها او راجل قاعد لوحده، لا لازم يكون حواليه حد، لان ده من الكومن ادفيرس افكت، بتر ان يبقى عيان اوير ومعاه حد، عشان لو قدر الله دخل في الهايبوجلايسيميا لانها من الحاجات الخطيره جدا، عارفين ان البرين ما يعيش من غير جلوكوز الا لفترات قليله جدا. يبقى ودي ام سي كيو، ذا موست كومن كومبليكيشن، ذا موست سيريس كومبليكيشن الانسان سيرابي هي الهايبوجلايسيميا، ديكريز الجلوكوز في الدم. ايه هي الاسباب اللي ممكن تعمل هايبوجلايسيميا؟ ابلكيشن اوف لارج دوز اوف انسولين اور باد تايمنج. يعني ايه باد تايمنج؟ يعني خده بعيد عن الاكل، يعني مثلا خده ونسي يفطر، فطر مثلا بعد ساعتين، لا ده ممكن يخش كده في هايبوجلايسيميا. باد تايمنج، ديليد اور مسد ميل اور ليتل فود انتيك، انت المفروض ان انت بتقعد مع العيان بتعرف بيفطر قد ايه، وبتحدد له كمان ان الجزيء ده مثلا بيحرق 15 جرام كارب، اليونت دي هتحرق كذا، يبقى انت المفروض تاكل كذا. طب افرض قلل عن الاكل ده، قال لك لا لوحده كده مثلا، قال لك ده انا عايز اخس، لا مريض السكر ده لو عايز يعمل دايت ده لازم يبقى مع دكتور ويشرف عليه كويس قوي، سواء كان نيوتريشنست او اندوكراينولوجيست. طيب increased exercise برضه طقت في دماغه انه يروح الجيم وابتدي يعمل اكسرسايز، ممكن للاسف يخش مني، احنا اتفقنا ان الاكسرسايز كانك بتعمل انسولين بيحرق جلوكوز وبيظبط الدنيا خالص، فممكن يخش منك بهايبوجلايسيميا. لها كلينيكال بيكتشر طبعا هتاخدوها في الفسيولوجي والبايو باذن الله. طيب انا اعمل مانجمنت للبيشنت ده ازاي؟ طبعا كلنا على فكره عارفين نعمل له ميه بسكر، ودي احسن واسرع حاجه فعلا، يا ميه بسكر يا معلقه عسل، سكريات غير معقده، سكريات بسيطه عشان تمتص بسرعه ويوصل الجلوكوز للدم بسرعه، يصلح الحاله دي بسرعه جدا. يبقى بونبونيه، معلقه سكر، ميه بسكر، معلقه عسل، عصير سكره كتير عشان يوصل السكر بسرعه للسيركليشن. ده في حاله ان يكون البيشنت ايه كونشس، يعني العيان بياكل وبيشرب وبيقدر يكلمك، يعني انت مثلا تساله اسمك ايه يا حاج، خلاص بيتكلم، خلاص يبقى ده كونشس، ممكن اديله معلقه عسل ببقه. طب لو العيان بقى كانت الهايبوجلايسيميا دي وصلت انها سيفير والبيشنت بقى انكونشس، يعني العيان ده خلاص بدا يفقد الوعي او الوعي او فاقد الوعي، يبقى بتديله جلوكوز 50 مللي 50% سوليوشن انتروفينس او جلوكاجون. ليه الجلوكاجون؟ لان الجلوكاجون بيعلي السكر، بيضاد الانسولين، وبيشتغل على فكره بسرعه جدا، لان هو جي اس اللي هو انكريز سايكليك ام بي، والحاجات الجي اس من الحاجات اللي بتشتغل بسرعه جدا. طيب ايه هي الادفيرس افكتس الثانيه اللي ممكن نشوفها مع الانسولين؟ حاجه اسمها لايبوديستروفي، لايبوديستروفي ديس يعني احنا اتفقنا ان اي بادئه ديس دي يعني عدم تنظيم، وفعلا عندي حاجه اسمها لايبو اتروفي يعني ليبيد اتروفي، واضحه من اسمها اهي، ليبيد اتروفي تكسير في الليبيد، او لايبو هايبرتروفي يعني ليبيد انكريز في عدد الخلايا. طيب ايه شكله ده؟ بصوا شايف الاقي حته فاضيه كده، الليبيد المفروض دي كانت عاديه خالص، حته زي اللي فوقيها كده بدا يحصل دخول للجوه اهي، واضحه اكتر في حته الحقن بتاعت الجلوتير ريجن، شايف شايف البالك بتاع الجلوتير ريجن كان شكله ايه، وبعد كده بالحقنه حصل لايبو اتروفي. هنا بقى لايبو هايبرتروفي، ان شوف شو هنا اوضح برضو في الصاي اهو، شوف من كتر الحقن في المناطق دي اب الجلد، ده عباره عن ايه؟ عباره عن انتيجين انتي بودي رياكشن، بس هنا انتيجين انتي بودي رياكشن نتج عنه تكسير في الخلايا وحصلت الحته الفاضيه دي والهبوط ده، او هنا انتيجين انتي بودي رياكشن بس كانت الناتج بتاعه هايبرتروفي في الخلايا وحصلت الحته دي. في ناس كتيره جدا بتقول لك ان هي، وده حقيقي فعلا، ان الحاجات دي كانت كومن من الانسولين القديم اللي هو الانيمال عشان كان انتيجينك بيحفز الاميونيتي، لكن ما بتحصلش مع الهيومن، بل بالعكس في ناس كتير جدا بتقولك لو هو كان بيستخدم الانيمال انسولين احقنه بهيومن انسولين في الحتت دي هيتصلح تماما 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 ان شاء الله يعني. فبالتالي لو اتحقن بالهيومن انسولين الحاجات دي بتروح خالص، وفي الغالب ما عندناش بنشوفها. بس لها حل تاني برضو، لو انت بدات تحس ان الحته، طبعا مش هتسيبه لما يوصل للمرحله دي، لو انت بدات تحس ان الحته اللي بيحقن فيها بدا يحصل فيها تغير شويه في الشكل، قول له حلها من قبل ما تحصل انك تشينج السايت. احنا لسه قايلين ان هو الانسولين اهو بيتاخد في سايتس كثيره، قول له غير كل شويه، يعني اسبوع خد هنا، بعد الاسبوع التاني هنا 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 هنا، بس هيفضل لايف لونج ان هو يستخدمه. طيب اوكي،
الادفيرس افكت الثالث الالرجي بقى، حساسيه زي اي حساسيه من اي دواء في الدنيا، ان يحصل انتيجن انتي بودي رياكشن، بس الاميونوجلوبولين اللي يطلع الاميونوجلوبولين اي ومص سيل وهرش والكلام ده، وده برضو بيحصل في الغالب مع الانواع القديمه او الحاجات اللي فيها بروتامين، لان البروتامين احيانا بيبقى الالرجيك. الاميونولوجيكال انسولين ريزيستنس يعني ايه؟ يعني تلاقي العيان انت بتديله الانسولين والاستجابه قليله جدا، المفروض بدي جرعه كبيره لكن الانسولين ما بيشتغلش حلو، وده برضو كان بيحصل مع الانواع القديمه زمان. ده عباره عن زي ما احنا اتفقنا، يا انتي بودي يا انسولينز اكتيفيتي عاليه، وفي الغالب لما بتغير الهيومن انسولين الموضوع بيتصلح تماما. امال الويت جين ده بقى نتيجه لايه؟ نتيجه لان الانسولين از ان انابوليك هرمون. طيب السؤال ده بتساله كتير جدا، طب الانسولين وحش ولا حلو؟ ما انت بتقولي هو بيعمل ويت جين وبيعمل لايبوديستروفي وبيعمل هايبوجلايسيميا. حلو طبعا، الانسولين از الايف سيفنج، العيان لو ما خدهوش يموت. طب الكورتيزون حلو ولا وحش؟ حلو طبعا، الانسان لو ما خدهوش برضو او لو عنده نقص في جسمه هيموت، لكن للاسف او مش للاسف، هو طبعا الحكمه والكمال لله وحده، ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيعمل حاجه بتبقى هي احسن ما يكون، انت مش هتعرف تعمل زيها، فبالتالي الجزيء بتاع الانسولين اللي جوه جسمك لا بيعمل ويت جين ولا بيعمل هايبوجلايسيميا، لكن انت لما تديه من بره كدراج بيبقى في حاجات كتير ممكن تعمل ده، وفعلا هو انابوليك هرمون بيجوع شويه، ده لما بيتاخد من بره فبالتالي بيعمل ويت جين. وقلنا حط في دماغك كده بنسبه كبيره جدا ما عدا اكسبشنات هنقولها ومهمه قوي، ان اي دواء الانسولين او اي دواء هيزود الانسولين هيعمل هايبوجلايسيميا ويعمل ويت جين. طيب ايه هي سموجي افكت؟ سموجي افكت ده او سود ريزيستنس ده برضو حاجه ظريفه وجميله جدا. المفروض ملخصها كده ان العيان يصحى الصبح عنده هايبر جلايسيميا، يصحى الصبح الجلوكوز بتاعه عالي جدا وهو صاحي من النوم، لا كل ولا شرب ولا قال بسم الله الرحمن الرحيم او قال يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم، تيجي تقيس له السكر تلاقيه عنده هايبر جلايسيميا. تقوم انت تتخيل ان بالليل الجرعه اللي انت مديها في الايفنينج بتاعت الانسولين دي ايه؟ ها قليله، تقوم مزودها له. لكن شوف تعالى كده التريتمنت بتاع الفينومينا دي ايه؟ ديكريز الايفنينج دوز. الله، انت ليه بتقولي كده؟ ده معناها ان هو بياخد انسولين بالليل كتير قبل ما ينام، او ما بياكلش كويس فحصل عنده هايبوجلايسيميا، كان في رد فعل عنيف من الجسم بالليل ان الكاونتر ريجولاتوري هرمونز زادت وبدا يحصل هايبر جلايسيميا، يقوم يصحى الصبح يلاقي عنده هايبر جلايسيميا، والسبب مش انه واخد جرعه قليله، بالعكس السبب انه واخد جرعه زياده، وعشان هي حاجه محيره وعلاجها عكس اللي انت متوقعه عملناها فينومينا لوحدها باسم الشخص اللي اكتشفها اللي هو السموجي ده. طيب انا افرقها ازاي؟ هبتدي اقعد مع العيان ده واشوف بياخد ايه بالليل واحسب له الجرعه بالظبط، واخد بيتاكل ولا ما بتاكلش، وهقدر اوصلها فعلا وهتتحل بمنتهى السهوله ان شاء الله. طيب ايه هي استخدامات الانسولين؟ ده كان من احد الاسئله الشهيره جدا اللي بتيجي، وما زال يعني مش كان هنروح لحاله يعني ان شاء الله. وانت مغمض كده، الانسولين هو تايب 1 دايابيتس، ده رقم واحد ورقم 1000، من واحد ل 1000 تايب 1 دايابيتس، تايب 2 دايابيتس ميليتس في سيرتن كونديشن. ودايما السؤال الاشهر ايه هي الكونديشن اللي ممكن استخدم فيها الانسولين ويكون العيان تايب 2؟ عارفين التايب 2 ده في الغالب بعالجه بالايه؟ بالانتي دايابيتك دراجز. طيب فيلير اوف اورال هايبوجلايسيميك، العيان انت عملت تديله اورال هايبوجلايسيميك، بدلت الانواع كلها اللي احنا هنعرفها ان شاء الله، ولقيت العيان ما بيجيبش نتيجه، ده معنى كده انه ممكن يكون وصل لمرحله ديستراكشن في خلايا البنكرياس، انتهى تقريبا البيتا سيل من البنكرياس، بيوصل على فكره تايب 2 مع اللونج ران او دايابيتك لفتره طويله، وبالذات لو كان مش محافظ ممكن يوصل للمرحله دي. ديورنج سيفير انفكشن اور تروما، سيرجيكال انترفيرنس، دايابيتس ويز بريجنانسي، امرجنسي او الدايابيت كيتو اسيدوز لاكتيك اسيدوز، كل دي امرجنسي كونديشن، كل دي ستريسفول كونديشن، كل دي عايز فيهم حاجه سريعه ما بخشش الا بالانسولين. والهايبر كاليميا ليه بقى؟ حد فاكر هايبر كاليميا دي ليه؟ ها؟ برافو برافو، لان من المره اللي فاتت المحاضره اللي فاتت كنا قلنا من الرابيد افكتس اللي بتحصل مع الانسولين انجكشن على طول ان البوتاسيوم بيخش جوه الخلايا، فبالتالي في الهايبر كاليميا ممكن استخدم الانسولين في الثيرابي. طيب يبقى عرفنا الاستخدامات بتاعه الانسولين. طيب ايه هي الريجمن او الميثودز اللي بيتاخد بيها الانسولين؟ احنا قلناها ضمنا وهنفكرك بيها تاني، لو العيان قلنا سكره متظبط وكويس ومعقول ما بيزيدش قوي، فهي سنجل ديلي انجكشن نص ساعه قبل البريكفاست. ليه نص ساعه؟ لانك هتدي ريجولار انسولين، هتدي ريجولار انسولين.
نص ساعة قبل البريكفاست، 70% انترميديت و30% اللي هو البريميكسد انسولين اللي هو 70 30. قول انا عندي 40 60 وعندي 50 50، بس ده مش موجود في مصر، اللي عندي 70 30. او في رجمن تاني ان انا هديه مرتين في اليوم، وبرده الاثنين بريميكسد، واحد الصبح وواحد بالليل، انجكشنايه الصبح وانجكشنايه بالليل. بتتقسم الجرعه ازاي؟ انت بتحسب اليونتس بتاعت الانسان كلها. زي مثلا هياخد 100 يونت، 100 يونت تلتينها الصبح، تلتينها ده يبقى مثلا 70، وتلتها بالليل 30. طيب ال 70 دول تلتينهم انترميديت وتلتهم ريجولر، وال 30 بتاعت بالليل تلتينهم انترميديت وتلتهم ريجولر. فهي مقصود ايه؟ اهو هي توايس ديلي، تلتين الجرعه كامله كل اليونتس اللي انت حاسبها له قبل البريكفاست بنص ساعه لانه فيه ريجولر، والتلتها بالليل، وكلا الحالات هو الجرعه سواء كانت الصبح او بالليل متقسمه 70 30. ماشي؟ طيب وعندي بقى في ميثود الافضل، ودي اللي بتديني تايت كنترول على الدايابيتس، اللي هي 1 انجكشن من الجلارجين. الجلارجين ده اللي هو عباره عن ايه؟ ايوه برافو، ده لونج اكتنج بيعمل لي كفرج ال 24 ساعه، بديها ات ايفنينج اند مالتيبل انجكشن ويز ميلز والاسبرو. الاخيره دي بقى هي الايديال، هي دي افضل حاجه تعملها في العيان، ولكن طبعا غاليين، بس الصراحه بتجيب نتيجه هايله جدا. لان انت شوف مالتيبل انجكشن مع كل وجبه بالاسبرو اللي هيشتغل بعد 5 دقائق، وانجكشن من الجلارجين طول اليوم يغطي لي ال 24 ساعه. طيب من احد الكومبليكيشن بتاعه الديابيتس بقى مش بتاعه الانسولين، هي الهايبر جلايسيميك كوما او الديابيتك كيتو اسيدوز، اللي هي الغيبوبه الكيتونيه. يقول لك ده عنده غيبوبه سكر. غيبوبه السكر دي قد تكون هايبو جلايسيميا، ولها كلينيكال بيكتشر بقى تانية خالص، السويتنج والتاكيكارديا والبيلر، والعيان يبقى عنده كل اعراض الايه؟ السمباثيتك ستيميليشن، لان الهايبو جلايسيميا عملت انكريس في النور ادرينالين. واقيس الجلوكوز الاقيه في الارض، ودي طبعا سيريس. والحاجه الثانيه ان العيان يخش في كوما وهو ديابيتك بيكون هايبر جلايسيميك كوما. تقيس السكر تلاقيه ارقام 500 600، بنسميها ديابيتك كيتو اسيدوزس. ليه ديابيتك كيتو اسيدوزس از لايف ثريتنينج ميديكال ايمرجنسي؟ كان بيجي لنا ده سؤال زمان في البطنه، ميديكال ايمرجنسيز ايه هي بقى؟ تعد بقى الميديكال، تمسك واحد واحد من اول حته لاخر حته في الجسم، ايه هي الميديكال ايمرجنسي، وتكتب التريتمنت بتاعها. من احد الميديكال ايمرجنس لايف ثريتند، العيان ده يموت لو ما اتدخلتش وعالجته يموت. ليه بقى؟ لانه العيان ده انت ما عندوش انسولين، او الانسولين اللي عنده في راح في الهواء، فبالتالي لازم تخش بالانسولين. عرفت الانسولين حلو ولا وحش؟ طيب يبقى هي لايف ثريتند كونديشن which occur in people with type 1 diabetes and rarely occur in type 2 diabetes. يبقى زمان كانوا دايما يعرفونا ان تايب 1 دايابيتس بعرفوا انه بيحصل فيه الغيبوبه الكيتونيه، واحيانا اكسيدنتالي اول مره بتكتشف فيه السكر بتكتشفه على هيئه الغيبوبه الكيتونيه دي. اما تايب 2 هي رير عنده. ليه؟ حد يقدر يقول لي ليه؟ فكره انا قلتها في اول سلايد خالص، او سلايد رقم 3 4 في المحاضره اللي فاتت. ليه؟ ايوه سامعاها، برافو. لاني عندي انسولين لسه موجود في تايب 2 بيمنع حدوث الكيتون بودز انها تطلع. فاكر كانت بتطلع ازاي؟ اخر سلايد بقى في المحاضره الاولانيه او السلايد اللي قبل الاخيره. ايوه لاني عندي التيشو لايبوبروتين لايبيز انزيم. التيشو لايبوبروتين لايبيز انزيم بيكسر الترايجلسرايد الى جليسرول تعمل جلوكونيوجينيسيس، وفري فاتي اسيدز هتعمل لي الكيتون بودز، الاسيتون اسيتيك اسيد والبيتا هيدروكسي بيوتيريك اسيد. ده كله بيتلغي في وجود مين؟ في وجود الانسولين. طب في عدم وجوده لا، هيشتغل هذا الانزيم وهيديني الكيتون بودز. طيب واسبابها اكسسيف فود انتيك، شوف بقى كل اكل كتير جلوكوز كتير انسولين قليل بالنسبه له نسبه وتناسب يعني، او كل ونسي ياخد جرعه الانسولين absent or inadequate، خد جرعه صغيره من الانسولين ريبليسمنت. ستريسفول كونديشن، عرفت ليه بقى انا في اي ستريسفول كونديشن بشفت على الانسولين، او لو هو بياخد الانسولين بزود الدوز؟ لان الحاجات دي كلها بتزود الكورتيزون، بتزود الكاونتر ريجوليتوري هرمونز، وزود السكر بطريقه فظيعه. زي ايه بقى الستريس؟ زي سيبسز، اي انفلاميشن، زي بنكرياتايتس، او واخد هاي دوز من الستيرويد ثيرابي. طيب دي بقى الهايبر جلايسيميك كوما، دي الكلينيكال مانيفستيشن بتاعتها، ديب كوما ويز ديب سلو بريفنج، دي هايدريشن اللي عندك بيبقى الطنج بتاعه تحط ايدك عليه كده تحس ان هو خشبه، وتاكي كارديا وهايبر جلايسيميا لما تقيس بقى في الدم، تقيس السكر في الدم، كيتونيوريا يقيس يحط الشرايط في البول ويلاقي فيه الكيتون بودز عاليه جدا جدا جدا.
بيبان ريحته، بتبقى اسيتون من الاسي من الاسي الاسيتو اسيتيك اسيدز اللي عنده، ريحه نفسه اسيتون، ريحه الفاكهه المعطبه كده. التريتمنت بقى، وده اللي يعنيني هناك، هتاخد طبعا كلينيكال مستشفى، دي ما نفسيش بالتفصيل في البايو وفيسيولوجي باذن الله. اللي يعنيني هنا طبعا التريتمنت، التريتمنت ريجولار انسولين. الله، ليه ريجولار انسولين؟ حد يقول لي ليه ريجولار؟ ليه ريجولار؟ ليه او نفس الاسم هيومن، او ليه الانسولين المائي؟ ليه؟ برافو، لان ده الانسولين اوف ايمرجنسي، عشان انا هستخدمه ايه؟ انترافينس. ده شوف انترافينس انفيوجن اهو 0.1، 1/10 يونت لكل كيلو جرام في الساعه، وذ فريكوينت ري ايفالويشن اند موديفيكيشن. ليه؟ كل شويه تقيس الجلوكوز، لقيت الجلوكوز بينزل خلاص هتستمر على الجرعه دي لحد ما ينزل ليفل معين، هبتدي اقلل الانسولين وهكذا. لازم تفضل تايفالويت البيشنت ده. كوركتد ديهايدريشن، كل الكلينيكال بيكتشر اللي عنده دي هتحاول تصلحها، الديهايدريشن هصلحها، الاسيدوزس هصلحها، بنورمال سلاين او صوديوم بايكربونيت ادمنستريشن. طيب الحته دي بقى مهمه في غايه الاهميه، هتفضل تصلحه الديهايدريشن اللي عنده. على فكره بيموت من الديهايدريشن، الديهايدريشن ده ما تستهونش بيه، اي عيان ديهايدريتد ولو بالذات لو كان اولد ايج او لو كان عنده كوموربيديتي كمان، ممكن تعمل لي ثرومباي في اي حته، تجلطات في اي حته تعمل مشكله، ما تستهونش بالديهايدريشن. ديهايدريشن، عشان كده الميه مهمه يا جماعه، عودوا نفسكم فعلا على شرب الميه كتير، مهمه قوي 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 قوي. طيب المهم بقى في الحته دي، انك هتفضل تتابع العيان ده لحد ما البلاط جلوكوز بتاعه يوصل اقل من 250 ملي جرام او يساوي. وانس وصل 250 ملي جرام، هتحول النورمال سالاين او الصوديوم بايكربونيت اللي انت بتديه ده الى جلوكوز 5% مع الانسولين. انا ما وقفتش الانسولين في اي مرحله من المراحل، انا اقلل الدوز على حسب الجلوكوز ريسبونس في الدم، لكن ما بوقفوش لحد ما بظبط العيان وارجع اديله جرعته بقى اللي هو ايه بياخدها. يبقى خلاص الانسولين ماشي معايا على طول، الديهايدريشن والاسيدوسس اصلحهم بنورمال سالاين صوديوم بايكربونيت، او مش او ولما يوصل 250 مللي جرام برديسيليتر الجلوكوز في الدم، خش بالجلوكوز 5% سوليوشن. ليه؟ تو افويد الهايبوجلايسيميا اند برين ايديما. انا ممكن عن الليفل ده يخش منك هايبوجلايسيميا وانت مش حاسس. طب ايه هي البرين ايديما دي بقى؟ انت مش عارف ان البرين هايبرتونيك، الكونسنتريشن بتاع الفلويد في البرين هايبرتونيك، الايونز فيه كتيره جدا، فبالتالي انت لو فضلت تصلح ميه 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 وتملى السيركيليشن، ممكن البرين ده يقوم شافط الميه ويعمل لي برين ايديما. فبالتالي لا، اول ما يوصل الجلوكوز ل 250 مللي جرام في الدم، هبتدي اخش بجلوكوز حاجه فيها تونيسيتي، عشان السوليوشن اللي بحقله بقى يبقى فيه تون، فيه تونيك سوليوشن. طيب بوتاسيوم كلورايد تو افويد هايبوكاليميا. ليه؟ ليه هو ليه الانسولين بيعمل هايبوكاليميا؟ ايوه، لان انت هتدي هنا كميات من الانسولين الاكثر من الطبيعي، فممكن يدخل بوتاسيوم في الخلايا. في ناس برضو عشان لما تتخرج ان شاء الله وتبتدي تتعامل مع الحالات دي، يبقى ما ضحكناش عليك، القاعده انك ما بتديش الكترولايت الا لما يقيس ولا ينقص، بس طبعا ده في الغالب هينقص عشان هيدخل جوه الخلايا. بوتاسيوم كلورايد وانتي بايوتيك فور انفكشن، لان الهايبرجلايسيميا دي بتزود حدوث الانفكشن. طيب كده خلصنا الانسولين بقصته بسلطاته ببغنوجه والكلام ده كله زي ما بيقولوا. ندخل على قصه الانتي دايابيتك دروجز ان شاء الله، جاست هنعمل فيهم انيوميريشن بس، والمره الجايه باذن الله هنتكلم عنهم بالتفصيل باذن الله في المحاضره رقم 3 باذن الله. طيب ايه هي الانتي دايابيتك دروج؟ زي انكلود انسولين سكريتاجوج، يعني ادويه بتساعد او بتزود افراز الانسولين، انسولين سنسيتايزرز اللي هي ادويه بتزود السنسيتيفيتي للانسولين، اند ليس كوماند يوز الفا جلوكوزيديز انهبيترز. وهنقول برضو هنت صغيره عن الادويه الجديده اللي موجوده في السوق اللي لسه ما نزلتش، او اسفه الكلينيكال ترايلز اللي بيحاولوا يعملوها عشان يعملوا منها ادويه. اول مجموعه المفروض ان احنا ان شاء الله هنتكلم عنها هي الانسولين سكريتاجوجز، هي الادويه اللي بتحفز افراز الانسولين من البنكرياس. عندي هذه المجموعه مهمه قوي 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 التقسيمه دي. الانسولين سكريتاجوج اللي بتزود افراز الانسولين من البنكرياس حاجه من الاثنين، يا اما نون جلوكوز ديبندنت يا اما جلوكوز ديبندنت. مش انا لسه بقول لك حالا ان اي دواء سواء انسولين او بيزود الانسولين سكريشن من البنكرياس هيعمل لي هايبوجلايسيميا؟ حصل حصل، مش بالقطع يعمل لي هايبوجلايسيميا، بس اول ادفيرس افكت لو انت غيرت اكلك هوب سنه بسيطه جدا ممكن يعمل هايبوجلايسيميا. طيب امال ايه بقى نون جلوكوز ديبندنت؟ تعالى كده نفسر الاسم، نون جلوكوز ديبندنت يعني لا يعتمد على كونسنتريشن او جلوكوز في السيركيليشن. طيب هنا جلوكوز ديبندنت يعني بيعتمد على الكونسنتريشن او جلوكوز في السيركيليشن، طب مين احسن من التاني تفتكر مين؟ طب تعالى افسرها لك اكتر عشان تقول لي من نفسك مين احسن من التاني. نون جلوكوز ديبندنت يعني ايا كان الليفل بتاع جلوكوز السيركيليشن هي عاميه،
عارف مراية الحب العمياء، اهي دي بقى مراية الحب العمياء، هتجري على الانسولين تطلعه حتى لو الجلوكوز قليل في السيركوليشن. يبقى النت ريزلت لطلوع الانسولين في جلوكوز قليل في السيركوليشن هو ايه؟ برافو برافو برافو، هايبوجلايسيميا. يبقى هذه الادويه بالقطع تعمل هايبوجلايسيميا. طيب امال ايه هي جلوكوز ده؟ بنت دي ادويه بنت ناس بقى، دي اللي بتحط عقلها قبل قلبها بقى، دي مش مرايه الحب عمي عندها بقى، دي بتعتمد على مستوى الجلوكوز في الدم. لو الجلوكوز عالي هتطلع الانسولين ويشتغل، طب لو الجلوكوز قليل حكيمه مفيش انسولين يطلع. يبقى هي جلوكوز ديبندنت، بتعتمد على مستوى الجلوكوز في الدم. تفتكر ايهما افضل؟ طبعا جلوكوز ديبندنت. ليه بقى؟ لان لو الجلوكوز قليل هي مش هتطلع انسولين من البنكرياس، وبالتالي مش هتعملي هايبوجلايسيميا. طيب هنيجي في الادفيرس افكتس بتاعتها، هنقول هايبوجلايسيميا برضو بس فيري رير، تحت بقى ظروف معينه خالص، عمل اكسرسايز وقلل اكل والانسولين او الدواء ده كان جرعته اعلى، ظروف يعني مش هتحصل الا في حاله من كل 3000 حاله، لكن دي بالقطع لا. كل ما كلش، قعد ما قعدش، ينام ما نامش، ده الجلوكوز قليل طويل قليل او كتير هيطلع، هيطلعوا الانسولين من البنكرياس. ده اللي هو السلفونيليوريا، ده الاماريل والداي مايكرون، اشهر ادويه قعدت سنين بتتباع في السوق، الميجليتينايدز او الميجليتونيدز، بدي صح وده صح، دي برضو عيله هنقولها ان شاء الله المره الجايه. والجلوكوز ديبندنت بقى احدث حاجتين موجودين في السوق، ومعاهم واحده ثالثه حديثه برضو ان شاء الله المره الجايه نتكلم عنها، هي الدي بي بي 4 انهبيتورز، اللي هي الداي بيبتي داي بيبتايديز 4 انزيم انهبيتورز، وجي ال بي 1 جلوكاجون لايك بيبتايد 1 ريسبتور اجونست. وده ان شاء الله حوارنا المره الجايه باذن الله. دي الريفرنس اللي احنا لو حابين نرجع لها هنرجع لها، ودي كانت محاضرتنا النهارده ان شاء الله، اتمنى انها تكون عجبتكم ووصلت كل حاجه فيها ان شاء الله باذن الله تعالى. اي استفسار في اي وقت احنا تحت امركم في الاسم كلنا، ويا رب تكون المحاضره كانت كويسه، واتمنى نتقابل على خير باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.